بدأت اليوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتشريم أذونات بناء قسائم مشروع غرب عبد الله المبارك، وذلك قبل الموعد المحدد بشهرين. في إطار اهتمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالمواطن، تم اليوم تسليم المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في مشروع غرب عبد الله المبارك أذونات بناء قسائمهم في مشروع يعد من أضخم مشاريع المؤسسة، ويشمل إنشاء أعمال البنية التحتية والطرق ومباني الخدمات العامة التي تمت مراعاة إنجازها لتكون جاهزة لخدمة المواطنين في المنطقة بالتزامن مع سكن المواطنين. تم في ظهر هذا اليوم الساعة 2:30 بدء تسليم إجراءات التسليم الفعلي لقسائم مشروع غرب عبد الله المبارك، والدفعة تكون من 396 قسيمة، وعليه تبارك المؤسسة العامة للرعاية السكنية لسكان المنطقة بدء إجراءات التسليم الفعلي، وهذه الإجراءات ستستمر حتى تسليم آخر قسيمة راح يكون بإذن الله تعالى أسبوعيا دفعة تستدعى لتسليم أو استلام الكتب الموجهة إلى بلدية الكويت لإجراءات ترخيص البناء، وكذلك بنك الائتمان الكويتي للبدء في الحصول على القرض السكني. احنا في السنه الماليه 14/15 وزعنا 12753 قسيمه. الان بهذا المشروع يكون جميع تلك القسائم تم تسليمها فعليا، والبيوت والشقق كذلك. المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسلم أولى مراحل المشروع من تنفيذ أعمال البنية التحتية وتحديد القسائم لمنطقة غرب عبد الله المبارك قبل الموعد المحدد بشهرين، في تأكيد جدي للمؤسسة في التعامل مع القضية الإسكانية وسط فرحة معبرة من المواطنين وشكرهم للمؤسسة لإنجازها قبل الوقت المحدد. هذا إنجاز كبير يحقق، ويوم سعيد ونفتخر فيه ان قدرنا نوصل لهذه المرحله، وان قمنا نتعامل مع حكومه تفي بوعودها. بصراحه يعني عمل مذهل، عمل جبار، يعني يشكرون عليه جميعا. ايضا لا شك ان المؤسسه العامه للرعايه السكنيه يعني بذلت جهد جبار ومشكور. والله نشكر الرعايه السكنيه، ما قصروا صراحه، جهودهم جباره في بخصوص المناطق السكنيه بشكل كامل يعني، وموفرين كل الخدمات. المؤسسه العامه للرعايه السكنيه شددت على اهميه الالتزام بتطبيق القانون واللوائح والنظم خلال تنفيذ الاعمال.